للتعليق أكثر على البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا الأستاذ إبراهيم العجيلي. أستاذ إبراهيم، بداية مرحبا بكم. حملتم في بيانكم الذي أصدرتموه في الميثاق الوطني العراقي حكومة الكاظمي المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد العراقيين. بماذا تفسرون استمرار سياسة القتل ضد المتظاهرين السلميين؟ لأن استمرار القتل هو ناتج عن نية اللصوص اللي جاثمين على صدور الشعب العراقي ويلهبون ثرواته. هم أيضا مصرين على البقاء على الكرسي، وبالتالي هم مصرين على استعمال العنف والقوة والرصاص ضد المتظاهرين. نعم. ما الدور الذي لعبته ميليشيا الحشد في جريمة قتل المتظاهرين أمس في تظاهرات 25 من أيار السلمية؟ هو يعني ما لا يغيب عن بالك أن المظاهرات السلمية التي تم توقيتها في هذا اليوم المبارك في ذات يوم 25 مايو هي لها علاقة بثورة أكتوبر وقتلة ثورة أكتوبر والكشف عن القتلة المجرمين الذين أطالوا أبناء الشعب العراقي المتظاهرين بالرصاص. فبالتالي هي المظاهرات أصلا يعني هدفها الأساسي كشف القتلة والإعلان عنهم. لماذا هذا السكوت؟ فكيف تريد من القتلة أن يسكتون أمام هذه الأمواج الهائلة من الشعب العراقي؟ إنها ثورة بالحقيقة، يعني إنها ثورة، وسوف لن تنطفئ نيرانها إلا بغياب هذه الميليشيات وبغياب هؤلاء اللصوص الذين نهبوا ثروة البلاد. إلى أي مدى تتوقع أستاذ إبراهيم فتح الباب ربما لمزيد من عمليات القتل، لا سيما وأن جرائم القتل لم يحاسب عليها أحد؟ يعني احنا متأكدين تماما أنه هذه القوى السوداء الماسكة بالسلطة، وأحيانا يطلقون عليها تسمية الدولة العميقة، وهي لا يمكن يعني ليس لها اي عمق، انما هي السلطه اللي موجوده هي المسؤوله. بالتالي لا يمكن احنا ان نحسس السلطه هذه ونبعدها من المسؤوليه، مسؤوليه مباشره. هم مصرين على مواجهه الشعب العراقي بالرصاص، وهم يعني غاب عن بالهم ان هناك سلطات سبقت في العراق يعني عاتيه في الاجرام لم تستطع مواجهة الشعب العراقي، ولم يثني الشعب العراقي ما سقط من الشهداء، إنما هم شهداء الوطن، ونحن لازلنا مع الشعب ومع المظاهرات بضرورة كشف المجرمين الذين قتلوا ومن أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين ومحاسبتهم علنا أمام الشعب العراقي. وبالتالي هذا الإصرار يدل أن الطريق سيفضي إلى حكومة انقاذ وطني، وبالتالي تجميد حل البرلمان وحل هذه الحكومة وتشكيل حكومة تقود البلد لمدة معينة حتى تستعيد تنقية القوانين وإعداد الجداول الضرورية اللازمة لإعادة بناء وحدة الشعب العراقي وإعادة بناء القوانين وإعادة بناء الدستور العراقي من جديد. هي المعركة طويلة، لكنه المعركة فتحت أمس شعارها لكشف قتلة المتظاهرين. إلى أي مدى تعتقد أستاذ إبراهيم أن سياسة القمع والقتل ربما سوف تسكت الشعب الذي تأكد من دور الحكومة والميليشيات بعمليات القتل والتخريب؟ لا يمكن سيدي الكريم، شعار المظاهرات اللي انطلقت أمس هي خارطة العراق مملوءة بوجوه الشهداء، مملوءة برؤوس الشهداء. يعني هذا مطلب من الصعب جدا تجاوزه، احنا لا يمكن السكوت عنه. الان اصبحنا نحن نريد ان نعرف من هم رأي جهة وراء قتل المتظاهرين. لماذا لا ينطق رئيس الحكومة بالجهات على الاقل اللي قصصت المتظاهرين؟ هاي الجهات اللي اطلقت صواريخ وتحمل رشاشات وقواسم، معقوله هذول هم شخص مجهول؟ يعني يريدون يقنعون نفسهم انه هذا شخص مجهول؟
والا هي السلطه نفسها. نعم. اذا لا رجعه في هذه المطالب، والنصر للشعب، النصر قادم والنصر للشعب. يمكن انه المعركه تطول، النضال يطول، لكن النصر حتما للشعب العراقي. وانتم رايتم امس كانت ثوره عارمه في عموم العراق، واليوم ايضا تجسدت بالمواجهات الناريه، بالمواجهات الحاده، بالرصاص، ولكن الشعب العراقي والشباب لن تفنيهم الرصاص ولن يفنيهم سقوط الشهداء. اذا هذه الحكومه زائله واتجاه التغيير السوي وليس السلمي. نعم. من لندن عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني الاستاذ ابراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.